احنا بالوقت الحاضر قد نعمل الدورات مال طيران شراعي مجانية، الغاية منها هي توسعة رقعة هذه الرياضة، والغاية منها حتى يكثر عدد الطيارين بالموصل. فاحنا بالنسبة لنا الدورات يعني اكملنا هاي الدورة الثالثة، والحمد لله خرجنا الطيارين ووصلنا الى مرحلة انه طلعناهم على ارتفاع 450 اللي هو اعلى ما موجود بمنطقه الدير متي. لانه من تعوفه عشان خلاص انتهى الهواء، اريد لي هواء، من تفتح تسحب الهواء. هاي تسبب انت دفع تفادي لعمليه النزول هذا والصعود الى الارض. بس دقيقه، بس انتبه بالوسط ولا تسحب القوه. شعوري وانا بالسماء كشعور الطير، يعني انت في نقطة بالجو، الريح يضرب في وجهك ومن كل الاتجاهات، الصوت يكاد ان يكون صفر، ما عدا تسمع صوت الرياح، صوت الرياح كلش جميل، هذا مثل اعتبره مثل الآلة الموسيقية، صفير الرياح، شيء جميل يعني روعة. لا اوبتيما مال كابتن. بداية يعني أخذونا نظري، درسنا نظري تقريبا 7 محاضرات 8 محاضرات، دربونا غشعونا الاحتمالات اللي ممكن تحدث لنا وإحنا وعم نطير. فبالدورة علمونا شلون نطيغ، بالبداية نطيغ للطيارة للمظلة، وبعدين شوية يعني شوية لما طيرونا هوني. هذا الهواء مثال.